نشتي العاش إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. صباح الخير لللد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن مع آلاء العملي يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي هيلث، صحة هيومانيتي، إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة، صحة، مذاق طيب. الجنيدي إلنا كلنا. أسعد الله صباحكم مشاهدينا ومستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا وطن. معكم في الأعداد والتقديم علي طيطي، وفي الإخراج الإذاعي والتلفزيوني خالد نجاس ومحمد ريان، وفي التنسيق أماني عبد الرحمن. وننتقل إلى أبرز عناوين هذا الصباح: استشهاد الشاب على أزغل واعتقال المطلوب سلمان عمران خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في دير الحطب. بعد 4 سنوات ونصف المحكمة تقرر براءة المتهمين فمن قتل رائد الغروف في الميليميوم. وغضب فلسطيني واسع وإدانات فصائلية والمحافظ يعتذر. ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. شيعت جماهير غفيرة مساء أمس في مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس جثمان الشهيد علاء الزغل 21 عاما إلى مثواه الأخير في مقبرة المخيم. وكان الزغل قد استشهد جراء إصابته بعيار ناري في رأسه خلال المواجهات التي رافقت عملية عسكرية لجيش الاحتلال في قرية دير الحطب شرق نابلس. وأطاف المشيعون بالجثمان وصولا إلى منزل عائلة الشهيد التي ألقت نظرة الوداع الأخيرة عليه قبل أن تقام عليه الصلاة ويوارى الثرى في مقبرة المخيم. فيما حاصرت قوات الاحتلال مساء أمس منزلا في بلدة دير الحطب شرق نابلس التي تحصن فيه أحد المقاومين الذي اشتبك مع قوات الاحتلال. واقتحمت قوات الاحتلال البلدة وحاصرت منزل الشاب سلمان عمران وسط اشتباك مسلح استمر لعدة ساعات أدت إلى استشهاد علاء الزغل واعتقال المطارد سلمان عمران. فيما اعترف جيش الاحتلال بإصابة جنديين إسرائيليين بجراح طفيفة خلال الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في دير الحطب
قرب نابلس. للمزيد من الأخبار الميدانية والتفاصيل ينضم إلينا الزميل الصحفي الدكتور أمين أبو ورد. أهلا ومرحبا بك معنا. تحياتي لكم. تحياتي. بالبداية تفاصيل ما حدث ليلة أمس وفجر اليوم من اعتقالات ومداهمات واعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين، تفضل. البداية من الجنوب، حيث اقتحمت قوات احتلال محافظة الخليل في أكثر من مكان. جرى اقتحام بلدة سعير واعتقال كل من باسل جرادات وإيهاب جرادات. جرى اقتحام بلدة عناتة أيضا في ضواحي القدس واعتقال محمد حمدان. في ريف الخليل جرى اقتحام مناطق حلحول وأيضا تفوح وأيضا منطقة مخيم العروب، حيث اندلعت مواجهات واقتحامات لكن لم نبلغ عن اعتقالات هناك. في منطقة رام الله تم اقتحام مدينة رام الله قوات كبيرة وجرت مواجهات من مسافة الصفر بين الشبان وجنود الاحتلال. في سلفيت، مدينة سلفيت جرى اقتحامها من قبل 4 دوريات ثم انسحبت دون اعتقال. في منطقة سلوان والعيسوية في القدس المحتلة جرت مواجهات ليلية بعد اقتحامها من قبل قوات الاحتلال. هنا في نابلس كان هناك اطلاق نار فجر هذا اليوم على النقطة العسكرية المتمركزة على جبل جرزين بالمدينة، وأيضا على معسكر شافي شمرون على مدخل نابلس الغربي بالقرب من قرية دير شرف. وقد اعترف الاحتلال بتعرض تلك المناطق العسكرية لإطلاق نار من قبل المقاومين الفلسطينيين، لكنها نفت وجود إصابات في صفوف جنود الاحتلال. الليلة الماضية تم تشييع جثمان الشهيد علاء الزغل من مخيم عسكر الذي ارتقى شهيدا خلال أحداث بلدة دير الحطب شرقي نابلس. نعم، يوم أمس ما هي أبرز القضايا التي لاقت اهتماما بشارع الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي؟ أحداث نابلس كانت حضورها كبير جدا، محاصرة مطلوب لمدة 3 ساعات، اشتباك مسلح، إصابات، ارتقاء شهيد. هذه الردود التي كانت بالصور والفيديوهات وأيضا بالتعليقات أخذت حيز كبير في متابعات الشارع الفلسطيني، حيث تم تناقل وصية الأسير قبل اعتقاله وأيضا صور الجرحى وصور الاشتباك المسلح أيضا أخذت حيز كبير في المتابعات. الموضوع الثالث كان حاضر موضوع إضراب الأسرى الذي يدخل اليوم 11، ومزيد من المعتقلين بدوا ينضمون من 30 معتقل إداري من سجن أوفا وجه التحديد. وأيضا موضوع الأسرى كما أنه حتى اللحظة حضوره متواضع ولكن له حصة على منصات التواصل الاجتماعي. والموضوع الثالث للأسف هي الأحداث المؤسفة التي وقعت في جنين والخليل، حدث وفيات في حالات قتل أو أخطاء في إطلاق النار سجلت في الضفة الغربية، وهذا أمر مؤلم بشكل كبير. والموضوع الرابع والأخير هي تصريحات محافظ نابلس إبراهيم رمضان التي أيضا لاقت صدى كبير في الانتقادات وأيضا الاعتذار الذي قدمه للمتابعين بعد أن تحدث بألفاظ وتصريحات مست أهالي وأمهات الشهداء. نعم، شكرا لك الزميل الصحفي الدكتور أمين أبو وردة على كل هذه المعلومات والتفاصيل. قتلت فتاة من جبع بعيار ناري وشاب من سيلات الظهر في محافظة جنين بعيار ناري أيضا يوم أمس. وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي رزيقات إن فتاة 23 عاما من بلدة جبع جنوب جنين قتلت برصاصة أطلقت من سلاح ناري، فيما أن الشرطة والأجهزة الأمنية تباشر إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة. وأضاف أن المواطن 37 عاما من بلدة سيلة الظهر بجنوب جنين قتل بعد إطلاق نار عليه، والشرطة والأجهزة الأمنية تباشر إجراءات البحث والتحري بوقوع الجريمة. فيما عثرت الشرطة يوم أمس على جثة مواطن مقتولا في مدينة الخليل، وبحسب المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي رزيقات فإن الشرطة قبضت على المشتبه فيه وباشرت إجراءات البحث والتحري بوقوع الجريمة. فيما ألقت الشرطة الفلسطينية القبض على تاجري مخدرات بحوزته مواد يشتبه أنها مخدرة خلال كمين محكم في قرية المجد جنوب الخليل يوم أمس. وذكرت الشرطة أنها تمكنت من القبض على التاجر بعد عملية رصد ومتابعة استمرت لعدة أيام، حيث عثر بحوزته على مواد يشتبه أنها مخدرة
من مادة الحشيش والماريجوانا المخدرة وعدد من الحبوب المخدرة. فيما أصيب راعي أغنام يوم أمس إثر هجوم نفذه مستوطنون على رعاة الماشية في منطقة وبلدة سعير شمال شرق الخليل. وقال الراعي إبراهيم الشلالدة إن عددا من مستوطني مستوطنة أصفر المقامة على أراضي المواطنين المدججين بالسلاح هاجموا رعاة الماشية واعتدوا بالضرب عليهم ما تسبب بإصابته بجروح في فمه. بعد 4 سنوات ونصف على مقتل الشاب رائد الغروف في فندق الميلينيوم في رام الله، أصدرت محكمة الجنايات اليوم أمس قراراً ببراءة المتهمين أو المتهمين الأربعة في الجريمة، ما يعيد السؤال إلى الضوء من الذي قتل رائد الغروف في الميلينيوم. وقال أمجد الشلي محامي أحد المتهمين بمقتل الغروف لوطن إن محكمة جنايات رام الله أصدرت يوم أمس قرارها ببراءة المتهمين بما عرف بقضية الميلينيوم ومقتل الشاب رائد الغروف، ولفت أن القرار قابل للاستئناف كأي حكم قضائي، ولكن محكمة الجنايات بحثت في الملف واطلعت على كامل البيانات وتفاصيل القضية واستمعت لكافة الشهود سواء شهود الإثبات أو شهود النفي. فيما أصيب عدد من طلبة المدارس بحالات اختناق يوم أمس جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الطلاب. وقال مدير مدرسة الخليل الأساسية للذكور قصي الجعبري بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب طلبة المدارس الأساسية على مفرق طارق بن زياد في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل وفي محيط الحرم الإبراهيمي الشريف أثناء مغادرتهم نحو منازلهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح نتيجة لتدافعهم، إلى جانب العشرات بحالات اختناق. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الأسبوع الماضي مدرسة الهاجرية الأساسية المتوسطة في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل ودهمت الغرف الصفية واعتدت بالضرب على المعلمين والطلبة ما أدى إلى إصابة عدد منهم. فيما أكدت وزارة الإعلام أن إصابة مصور تلفزيون فلسطيني أو تلفزيون فلسطين لؤي سمحان والمراسل محمود فوزي ومحاصرة الطواقم الإعلامية أثناء تغطيتها عدوان الاحتلال على دير الحطب بنابلس تتطلب توفير حماية دولية لحراس الحقيقة من الصحفيين. وتؤكد أن تمادي دولة الاحتلال في ملاحقة الإعلاميين يأتي جراء تجاهل الاحتلال لتطبيق قرار مجلس الأمن الخاص بحماية الصحفيين وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب. فيما استولت قوات الاحتلال الإسرائيلية الليلة الماضية على جرافة في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استولت على جرافة كانت تعمل باستصلاح أراضي المواطن غازي ريان في الجهة الشمالية من البلدة
وهددت المواطنين بهدم بيوتهم المقامة في تلك المنطقة. فيما عاش المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل يوم أمس أقصى أيامه التي تتكرر في كل عام مع حلول عيد أو حلول الأعياد اليهودية التي يتخذها الاحتلال ومنظوماته الاستيطانية ذريعة لإغلاق المسجد ومنع الفلسطينيين من الوصول إليه لتكريس السيطرة عليه. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا مدير الحرم الإبراهيمي الشريف غسان الرجبي. أهلاً ومرحباً بك معنا. أهلاً وسهلاً بكم ولجميع السادة المتابعين. تحياتي. بالبداية يوم أمس كان يوماً عصيباً عن المسجد الإبراهيمي، لو تخبرنا أكثر بما حدث يوم أمس وقبل عدة أيام من اعتداءات على المسجد الإبراهيمي الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. كما هو معتاد أن الاحتلال الإسرائيلي في كل عام يسلب ويسرق الحرم الإبراهيمي الشريف بكل أروقته وساحاته الداخلية والخارجية، ويفتح جميع أبوابه ليس أمام أصحاب الحقيقيين، ليس أمام الفلسطينيين أصحاب الحق في هذا المكان الطاهر والمقدس، بل إنما أمام المغتصبين، أمام الصهاينة بتأمين حماية قوات الاحتلال، فيقتحمون الحرم الإبراهيمي الشريف بجميع أروقته وساحاته ويؤدون صلوات تلمودية، صلوات صاخبة، صلوات راقصة، ماجنة، يشتمون فيها النبي محمد والقرآن الكريم، وكذلك يتلفظون الألفاظ البذيئة بحق العرب والمسلمين، ويعوثون في هذا المسجد فسادا وخرابا ودمارا. ويعني هذه الأكبر دليل ما شاهدته عين الكاميرا من هذه التصرفات اللا أخلاقية التي لا تمت لأي إنسانية بأي صلة، وإنما هي كذلك يعني تؤذي البشرية وليس فقط المسلمين. بكل تأكيد هذا المشهد يتكرر 10 أيام بالعام بموجب قرارات لجنة شمجار الجائرة الأحادية التي قررت ارتكاب مجزرة جديدة عقب مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف التي ارتكبت سنة 1994. هذه المجزرة هي مستمرة إلى الآن، حيث قرر الاحتلال سرقة 63% من مساحة الحرم الإبراهيمي الشريف بشكل يومي، وكذلك سرقة الحرم بشكل دائم ومستمر مدة 10 أيام بالعام لصالح المستوطنين. بكل تأكيد ليست هذه الاعتداءات الوحيدة في داخل الحرم الإبراهيمي الشريف في الآونة الأخيرة. قوات الاحتلال قررت العبث في ساحة الحرم الإبراهيمي الشريف في الوضع التاريخي للحرم الإبراهيمي بوضع مصعد كهربائي لعين، بشكل أكبر بصمة استيطانية لعينة في قلب مدينة الخليل متصلة في الحرم الإبراهيمي الشريف، يعتبر أكبر تلوث بصري في داخل هذه المنطقة المغلقة. أهو الاحتلال كذلك يلوح باتصال هذا المصعد بمسار سياحي للترويج للسياحة الاحتلالية في القسم المغتصب، كذلك يعبث في الآثار الفلسطينية الذي يحاول الاحتلال الترويج لها كأنها معالم تلمودية، معالم صهيونية، وهي بكل تأكيد هي تعود لحقب إسلامية معروفة لكل العالم. لكن اعتاد الاحتلال الإسرائيلي سرقة هذه المقدسات والأراضي الفلسطينية. نعم، بعد جميع هذه الاعتداءات بحق المسجد الأقصى، ما هي المخططات الاحتلال الجديدة في هذه الفترة، وإلى ماذا يهدف من الاقتحامات المستمرة في هذه الأعياد اليهودية؟ احتلاله لمدينة الخليل، الاحتلال الإسرائيلي بكل تأكيد ما يجري في المسجد الأقصى المبارك يسحبه للحرم الإبراهيمي الشريف، وما جرى في الحرم الإبراهيمي الشريف يسحبه للمسجد الأقصى المبارك لا قدر الله من تقسيم زماني ومكاني. وحاول قبل عدة سنوات من وضع البوابات الإلكترونية التي تشكل أكبر خطورة كانت في قلب مدينة الخليل، التي الآن هي يعني مصدر القلق، لأن أي داخل يعتبر أسير في داخل هذه المنطقة، حيث لا يستطيع الدخول إلا بالتفتيش الجسدي وبالتفتيش على الهوية بكبسة زر، يستطيع أن يعزل هذه المنطقة كليا دخولا وعبورا.
إذن الاحتلال الإسرائيلي هناك هدف واضح منذ احتلاله لمدينة الخليل ومدننا الفلسطينية، والتغيير الوضع الديموغرافي السكاني الوجودي في هذه المنطقة، تهجير الساكنين، تهجير القاطنين، هذا ما وجدناه في التمييز العنصري في هذه المنطقة، حيث أن المستوطن يعامل معاملة صاحب هذا المكان، يستطيع أن يصول ويجول في هذه المنطقة بسلاح الرشاشي ويصطف سيارته كيفما شاء وأينما شاء، بينما الفلسطيني لا يستطيع الدخول إلى منزله الذي ورثه كابرا عن كابر، ورثه منذ مئات السنين، لا يستطيع الدخول إلا بالتفتيش الجسدي، بالتفتيش على الهوية، وإذا ما أراد أن يدخل بعض حاجات الشخصية فإنه لا يستطيع إلا بشق الأنفس وحملها على الأكتاف والأيدي بعد أن يسير مئات الكيلومترات للوصول إلى المنزل. هذا هو صور التمييز العنصري في قلب المدينة، التغيير الديموغرافي. أما التغيير المورفولوجي للشكل الهندسي المعماري لهذه المنطقة وللحرم الإبراهيمي الشريف، الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة يحاول أن يروج أن الحرم الإبراهيمي الشريف بغير مآذن، هذه دلالات أنه يحارب كل المظاهر الإسلامية التي هي قديمة جداً، حيث أن هذه الظواهر يعني تعود أكثر من 1000 سنة. المنبر مستخدم إلى الآن، منبر صلاح الدين الذي هو في قلب الحرم الإبراهيمي الشريف في مصلى الإسحاقية، هو أقدم منبر مستخدم إلى الآن، قارب عمره إلى 1000 عام. الرقومات الإسلامية التي تعود إلى حقب زمنية متفاوتة يحاول الاحتلال طمسها وعدم ترميمها، كل هذا يأتي في إطار التغيير الملفلوجي كذلك في قلب الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة، الذي يحاول الاستيلاء الاحتلال الإسرائيلي على منازل سكانها وأحواش كاملة مثل حوش الشريف وحوش قفيشة وغيرها من المناطق في قلب البلدة القديمة. هناك مبنى يسمى مبنى الاستراحة، الاحتلال الإسرائيلي استولى عليه وبنى عليه طابقين تغييرا وتمهيدا لتوفير الخدمات للمستوطنين وقوات الاحتلال. نعم، كم بلغ يوم أمس عدد المستوطنين المقتحمين للمسجد الإبراهيمي؟ يعني الأعداد بالضبط لا نستطيع أن نضبطها بكل تأكيد، لأن لا يكون أي أحد من موظفي وزارة الأوقاف صاحبة الوصاية وصاحبة السيادة وصاحبة الرعاية على هذا المكان يمنع الدخول أو الاقتراب من هذه المنطقة. البلدة القديمة تكون معزولة بالكامل، ثم عزل آخر للحرم الإبراهيمي الشريف يكون معزول بالكامل. لا نستطيع تحديد الأرقام، لكن بموجب القاطنين الساكنين والناس الموجودين هناك كانت الأعداد قليلة من قبل قوات الاحتلال في مثل هذه الأعياد الصهيونية الموجودة عندهم بالمعداد، لكن الاحتلال بغض النظر جاء أعداد كبيرة أو لم يأتي، هو في كل مرة يحاول ترويج بعض الصور لأكبر مشاهد استيطانية كما شاهدت صور الكاميرا. إذا ما كان هناك في أعداد كبيرة يحاول الترويج لهذه الأعداد ونشرها عبر وسائل الإعلام والصفحات الإلكترونية، لأن هذا الآن الصراع وجودي، يحاول أن يظهر للعالم أن أعداد كبيرة للمستوطنين تؤم هذا المكان، بينما إذا كانت الأعداد قليلة هو لا ينشر هذه الصور. بكل تأكيد هناك رسالة واضحة الآن، رسالة وجودية في هذا المكان أن أصحابه يجب أن يتواجدوا بداخله. نعم، اليوم وبعد الحفلات الصاخبة التي شهدناها بالمسجد والاقتحامات المستمرة، كيف تصف لنا حال المسجد؟ يعني تم استلام الحرم الإبراهيمي الشريف في تمام الساعة 10 من مساء، تم ترتيب كافة المعيقات التي ارتكبها الاحتلال وكافة التشويشات التي ارتكبها الاحتلال في داخل الحرم الإبراهيمي الشريف ومصلى الإسحاقية بالتحديد. قاموا شباب وزارة الأوقاف ومسدنة الحرم الإبراهيمي وموظفيها لترتيب هذا المصلى وفرد السجاد مجددا وتطهيره وتعقيمه وتنظيفه من آثار المستوطنين في قلب الحرم الإبراهيمي الشريف حتى بعد منتصف الليل. أدى المئات من الإخوة المواطنين صلاة الفجر في داخل أروقة الحرم الإبراهيمي الشريف، وهو الآن يستقبل الزائرين. هناك دعوات غدا لصلاة الفجر لتكون بالآلاء بإذن الله عز وجل عبر عوائل مدينة الخليل، وزارة الأوقاف، كذلك لجنة حماية الحرم. هناك برامج يومية وأنشطة وفعاليات يومية بكل تأكيد في أروقة الحرم الإبراهيمي الشريف، منها إنارة الغار الشريف، عقود الزواج، المواعظ الدينية المخصصة للنساء والمواعظ الدينية المخصصة للرجال. بكل تأكيد الحرم الإبراهيمي الشريف الآن هو صراعنا وجودي، ويجب أن نتواجد في داخله وفي داخل أروقته ونؤدي الصلاة والاعتكاف
في كل وقت وفي كل حين. نعم، في الآونة الأخيرة كيف ترى توافد المواطنين الفلسطينيين على المسجد الإبراهيمي؟ هل هو بالمستوى المطلوب؟ الحقيقة أن التواجد في الآونة الأخيرة يزداد شيئا فشيئا، وهذا دلالة على فضح جرائم الاحتلال. أبناء شعبنا لديهم الوعي الكامل لمخططات الاحتلال، هو يزرع مئات الحواجز العسكرية، لكن هذه الحواجز أدرك أبناء شعبنا أنها هي ذاتها التي تحاول أن تبعد الناس عن هذا المكان الطاهر، فهي لم تؤتي أكلها. فالآن يعني الناس أصبحوا عارفين أن هذه الحواجز ليست لهدف أمني، بل هي لهدف يعني إزعاج المواطنين من الدخول وكذلك إبعادهم عن هذا المكان في الآونة الأخيرة. أما كثير من الناس للحرم الإبراهيمي الشريف، وذلك يعني لحرصهم الشديد ولإدراكهم الشديد للمخططات الإسرائيلية التهويدية اللعينة التي تحيط في الحرم الإبراهيمي الشريف، ونحن نأمل أن تكون الأعداد بتزايد في كل مرة، ونحن على جهوزية كاملة لكي نؤدي الفعاليات والأنشطة والمقترحات التي تدعم وجود المواطنين لوضع بصمتنا الكابرة في داخله بإذن الله عز وجل. نعم، اليوم ما هو المطلوب من السلطة الفلسطينية لحماية المقدسات الفلسطينية ومنها المسجد الإبراهيمي الشريف؟ نحن في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية صاحبة الوصاية بمتابعة معالي الوزير مجلس الوزراء فخامة الأخ الرئيس، نتابع كل هذه الاعتداءات عن كثب، كذلك بكل ما يحتاجه الحرم الإبراهيمي الشريف له ظروف استثنائية يؤتى بكل وقت وفي كل حين. مطالب أن نرفع هذه الاعتداءات للأمم المتحدة وكذلك للمنظمات الحقوقية والإنسانية، منظمة اليونسكو كوننا الحرم الإبراهيمي الشريف على لائحة اليونسكو، ونحن على استعداد كامل لكي ندعم كافة الأنشطة والفعاليات المقترحة من الجميع بإذن الله عز وجل. هناك بعض الأنشطة والفعاليات تدرس في هذه الآونة التي من شأنها أن تعزز الوجود الفلسطيني في هذا المكان الطاهر والمقدس. نعم، نتمنى السلامة للجميع. شكرا لك مدير الحرم الإبراهيمي الشريف غسان الرجبي على كل هذه المعلومات والتفاصيل. تكاد الآراء الفلسطينية تجمع على تهميش قضية المسجد الإبراهيمي الشريف، وتزداد مع كل ظهور لصورة عربدة المستوطنين فيه على المسجد الأقصى، والأسئلة تدور حول الدور الفلسطيني المطلوب لإنقاذ المسجد الإبراهيمي الشريف. فيما أبلغت سلطات الاحتلال يوم أمس مواطنا من الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية ببيع معدات يمتلكها في المزاد العلني، وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة إن الاحتلال أبلغ المواطن سليمان بني عودة بأنه تم بيع سهريجين يمتلكهما بالمزاد العلني، علما أن الاحتلال كان قد استولى عليهما قبل 4 أشهر. وأوضح دراغمة أن سياسة بيع المعدات التي يتم الاستيلاء عليها هي سياسة قديمة ينتهجها الاحتلال عند عدم قدرة المواطن على دفع الغرامات المالية الباهظة التي يتم فيها فرض عليهم لاستعادة المعدات أو استعادة المعدات التي تم السيطرة عليها. وأشار إلى أن هذه السياسة تلحق خسائر كبيرة بالمواطنين الفلسطينيين من خلال فقدانهم للمعدات التي يعتمدون عليها بشكل أساسي في الزراعة وفي حياتهم اليومية. وفي قضية أثارت غضبا فلسطينيا، وصف محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان يوم أمس أمهات بعض الشهداء بأنهن شاذات ويظهرن للناس على أنهن مناضلات، لتطالبه بعد ذلك مجموعات عرين الأسود بالاستقالة. وقال رمضان في تصريحات لإذاعة النجاح المحلية إن الأم هي من تظهر الحنان والعطف، لكن هنالك أمهات شاذات ترسل أبنائها للانتحار وتظهر للآخرين أنها المناضلة، هذه ليست أماً.
وقال عرين الأسود بعد تلك التصريحات: نطالب محافظ نابلس بالاستقالة. وقالت في بيان لها: استقل واحفظ ماء وجهك، فكل شيء في هذه البلاد مؤقت، لا نحن والشهداء والأسرى وأمهات الشهداء دائمون، والباقي وهم وسراب. فيما أعادت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي الأسير المريض ناصر أبو حميد 49 عاماً إلى عيادة سجن الرملة بعد أن نقلته يوم أمس إلى المستشفى عقب تدهور وضعه الصحي. وأوضحت وزارة الأسرى في تصريح مقتضب أن تدهوراً طرأ على حالة الأسير أبو حميد، ما ألجأ إدارة السجون إعادته للمستشفى، في حين أعادته يوم أمس إلى عيادة سجن الرملة. ومن جانبها أكد مسؤول ملف الأسرى بالمجلس التشريعي الفلسطيني يوسف الشرافي أن الاحتلال يتعمد القتل البطيء للأسرى الفلسطينيين. وأوضح خلال مشاركته ضمن وفد برلماني في خيمة التضامن مع الأسير أبو حميد أن ما يحدث مع الأسير هو قتل متعمد وبطيء، متسائلا عن دور العالم الذي كان يسأل عن الجندي الإسرائيلي شريط حينما كان أسيراً لدى المقاومة بغزة. فيما يواصل 30 أسيراً إدارياً في سجون الاحتلال اليوم 12 على التوالي إضرابهم المفتوع عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري بحقهم. ويطالب الأسرى وهم من كوادر وعناصر وأنصار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بإنهاء الاعتقال الإداري. وأشارت منظمات الجبهة في سجون الاحتلال إلى أن الاحتلال حاول الانقضاض على هذه الخطوة بالتواصل مع بعض المعتقلين الإداريين من أجل تقديم عرض لهم، لكنهم تثبتوا بموقفهم الذي يقضي بإنهاء الاعتقال الإداري بحقهم. وبحسب بيان المنظمة فإن المزيد من المعتقلين سيلحقون بمركب رفقائهم على دفحات حتى تحقيق المطالب. فيما طالبت إدارة جامعة بيرزيت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالإفراج عن الطالب قسام حمايل المعتقل منذ أكثر من 100 يوم. وذكرت الجامعة في بيان صحفي يوم أمس إن قسام مضرب عن الطعام منذ 12 يوما للمطالبة بالإفراج عنه في داخل زنازين الأجهزة الأمنية. وقالت الجامعة: نرفض أي اعتداء أو اعتقال سياسي أو اعتقال دون لائحة اتهام بحق طلابنا، ونرى بهذه الخطوة انتهاكا لحقوق الطلبة في استمرار مسيرتهم التعليمية. وأضافت الجامعة تتابع مع محاميها والمؤسسات القانونية والصحية قضية اعتقال الطالب قسام حمايل، وتدعو إلى سرعة الإفراج عنه وضرورة أن يتم توفير أسس التوقيف القانونية وضمانات المحاكمة العادلة التي كفالتها الحقوق الفلسطينية. قالت وزيرة الصحة دكتور مي الكيلي إن سرطان الثدي يشكل حوالي 18% من مجمل أنواع السرطانات المسجلة في فلسطين و 32% من السرطانات المسجلة بين النساء، فيما تبلغ نسبة الإصابة بها 36 لكل 100,000 امرأة. وننتقل إلى الأخبار الإقليمية. فيما قدم لبنان مقترحا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء تعديلات على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها مع الاحتلال،
وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب إنه قدم يوم أمس لسفيرة الولايات المتحدة في لبنان التعديلات التي تريدها بيروت دون الخوض في التفاصيل، ومضى قائلا إنه لا يعتقد أن التغييرات المقترحة ستؤدي إلى خروج الاتفاق عن مساره، مضيفا أنه في حين أن الرد لا يعني الموافقة على المسودة فإننا خلصنا من المفاوضات. ودوليا لقي 25 شخصا على الأقل مسرعهم إثر سقوط حافلة في واد في جبال شمال الهند على بحسب ما أفادت الشرطة، وكان على متن الحافلة 45 شخصا مسافرين لحضور حفل زفاف، وكانت تسير على طريق جبلي وعر، وعندما انحرف السائق بهما عن المسار ما تسبب في سقوطهما من ارتفاع 500 متر إلى أسفل الواد. وننتقل إلى أسعار صرف العملات. الدينار الأردني يصرف بخمسة شواقل، أما الدولار الأمريكي يصرف بثلاثة شواقل وخمس وخمسين أجورة، فيما يصرف اليورو بثلاثة شواقل واثنين وخمسين أجورة. ونهاية إلى الحالة الجوية، يكون الجو لهذا اليوم الخميس غائما جزئيا إلى صاف، ويطرى انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدل السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلات السرعة. أما هذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلات السرعة. إلى هنا نكون وإياكم وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج صباح الخير يا وطن، كنت معكم في الإعداد والتقديم على اليطيطي، دمتم بخير وإلى اللقاء. صباح الخير يا وطن يسير بمجده العاج إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، صباح الخير من أم الرشراش والمزيرع ويالو ولفتة وعين كارم والعباسي وبيت نبالة وصفد، صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، صباح الخير لللد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن، صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين، صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء، صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن، صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن مع آلاء العملي يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى إتش كلينيك التخصصي، هيلث صحة، هيومانيتي إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة صحة مذاق طيب، الجنيدي إلنا كلنا.